أصدر حزب مغربي معارض بيانا يعد الموقف الحزبي الأول من نوعه، يرفض فيه دعوات تبرع وتطوع لصالح الجيش الأوكراني، فيما تتخذ الحكومة المغربية موقف حياد ورفض للحرب، قائلة إنها ضد استعمال القوة بين الجيران لحل الخلافات ومع الحلول السلمية والحوار والمفاوضات لإنهاء الصراعات والنزاعات. سفارة أوكرانيا في الرباط تدعو إلى التبرع بالأموال ومساعدة الجيش الأوكراني في الحرب ضد روسيا، دعوات ترفضها نبيلة منيب النائبة البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد المعارض، وتصفها بالتدخل في السيادة الوطنية. احنا ضد أنه أولادنا يكونوا يعني عرضة لهذه الامور هذه، احنا ما بغيناش المغاربه يتجندوا في حرب لا تعنيهم، احنا ما بغيناش المغاربه انهم يعني يدخلوا في هذه الحسابات، وكنطلبوا الدوله المغربيه اللي هي دوله ذات سياده انها تدافع على سيادتها وتدافع كذلك على ابنائها. وفق بلاغ الحزب، دعوات التبرع في الحرب من شأنها أيضاً الزج بالبلاد في صراع بلدين تربطهما معه علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية، وفتح أبواب دعوات التبرع في قضايا أخرى بعيداً عن القانون. نشاهده إذن في الأونة الأخيرة من المشاركة ديال المرتزقة في حروب، غادي يكون عنده واحد التداعيات خطيره اذا على المستقبل ديال العلاقات الدوليه، ولا حتى على الاوطان، استقرار الاوطان مستقبلا. الشارع المغربي يبدي استياءه من تاثير الحرب على اسعار المواد الاستهلاكيه، هو يتحفظ بشان دعوات التبرع والتطوع لها. من الافضل اننا نكونوا على الحياد ونخدموا على المصالح ديالنا، ما خاصنا نبقاو واخدين ديك البوزيسيون محايدين. من الافضل صراحه بلا ما ندخلوا فهادشي، حيت يقدر ينعكس علينا زعما نيجاتيفمون وكل شيء، ولكن زعما ندعيو معاهم صراحه ما يبقاش عندهم الحرب. كاينه الزياده يعني راه باينه لكلش، ولكن حتى واحد زعما ما راضي على هذا الشيء. ما الحكومة المغربية لم تعلق على دعوات السفارة الأوكرانية، وتقول إنها تساند كل المبادرات الرامية لإيجاد حلول سلمية مع الحوار والمفاوضات لفض النزاعات. بأن المغرب وعبر على ذلك في البيانين هو ضد استعمال القوة بين الجيران وعدم استعمال القوة لحل الخلافات. وقالت السفارة الأوكرانية في الرباط إنها لم تتوصل بطلبات مواطنين مغاربة للتبرع أو المشاركة في حرب طالت تداعياتها أسعار القمح والمواد الغذائية وسوق المحروقات المرتبط في المغرب بتقلبات أسعارها دولياً. أمام الصمت الرسمي ورفض المجتمع الحرب على أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية، يأتي هذا الموقف الحزبي الأول من نوعه في المغرب تجاه الحرب في أوكرانيا برفض دعوات التطوع والتبرع والانخراط في الجيش الأوكراني. فاطمة بوغنبور، الحرة، الرباط.